وإلى متابعة أخبار المحترفين. سلط تقرير صحفي أمريكي الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، ومدى تأثيره على تراجع الحوادث العنصرية في الملاعب الإنجليزية منذ وصوله. وتحدثت صحيفة واشنطن بوست الشهيرة في تقريرها عن أن تألق الفرعون المصري وأهدافه غيرت في سلوك الجمهور الذي عرف عنه التصرفات العنصرية تجاه الأقليات. وقالت بيارا يوار المدير الفني لجمعية فير ضد العنصرية أن منذ وصول صلاح إلى ليفربول تراجعت حدة الإهانات العنصرية في الملاعب الإنجليزية، وصف الأمر بالخارق. رفض عبد الله الدخيل مدير جهاز الكره بنادي التعاون السعودي الهجوم الذي تعرض له مصطفى فتحي بداعي كثره اصابته والتي ابعدته عن المشاركه في المباريات لفترات طويله. وقال الدخيل في تصريحات لصحيفه الرياض السعوديه: الجميع يدرك مشاركات فتحي مع فريقه السابق الزمالك ومنتخب مصر، ومن ثم التعاون ومنذ 4 مواسم لم يتوقف عن المشاركه، فمن الطبيعي ان يتعرض لذلك بسبب احتياجه للراحه. يلتقي في 7:30 مساء اليوم فريق اتحاد جدة مع فريق الفتح ضمن منافسات الجولة 22 للدوري السعودي، ويلعب لفريق اتحاد جدة محمود عبد المنعم كهربا، بينما يلعب للفتح محمد عبد الشافي لاعب منتخب الوطني، ويحتل اتحاد جدة الذي تعادل في المباراتين الماضيتين مع الأهلي والقادسية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز التاسع برصيد 25 نقطة. كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي أنه يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة. وقال تريزيجيه في حوار مع صحيفة هاتريك: أحب تركيا منذ طفولتي، جئت هنا في كأس العالم تحت 20 عاما كما حضرت من قبل مع النادي الأهلي، أنا سعيد للغاية لتواجدي مع فريق قاسم باشا ولكنني أتمنى الانضمام للدوري الإنجليزي. اقترب المهاجم المصري أحمد حسن كوكا المحترف في نادي سبورتينج براغا البرتغالي من تحقيق إنجازا جديدا في مشواره الاحترافي بعد مشاركته أمام مارسيليا الفرنسي في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي. وتبقى لكوكا 4 مباريات فقط عن دخول نادي 100 مع سبورتينج براغا في جميع المسابقات البرتغالية والأوروبية. وخاض كوكا 96 مباراة مع سبورتينج براغا في جميع المسابقات سواء البرتغالية والأوروبية، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 14 هدفا آخر، وأحرز مع الفريق بطولة كأس البرتغال. أكد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف فريق الاتفاق السعودي أنه وافق على خطوة الإعارة بسبب رغبته في الحصول على فرصة المشاركة والظهور بمستوى جيد من أجل الانضمام لصفوف المنتخب الوطني خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018. أوضح الشيخ: لم أحصل على فرصتي في الأهلي وصعب جدا أن يتم الحكم علي بعد مباراة أو اثنين، خصوصا وأن هناك بعض اللاعبين يحصلون على فرصتهم كاملة، لذلك قررت الاحتراف لنادي الاتفاق. نخرج لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نتابع نشرة الأخبار الرياضية في قناة النادي الأهلي.